هل مع هذا القرار ولا لا؟ بصراحه مع القرار اللي خده مجلس الاداره ولا لا؟ طبعا 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 بالفوم المليان طبعا. ليه؟ لان مجلس اداره نادي الزمالك يسعى بقاله فتره طويله جدا او بيحاول ان هو يظبط اداء الكوره في مصر. نعم. جمهور نادي الزمالك على مدار الفتره اللي فاتت ديت كلها وهو جمهور تقيل، جمهور عدده مش قليل، قيمته كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي، يشعر بالظلم، يشعر بالاضطهاد، يشعر بعدم المساواه من المسؤول عن اداره او المسؤولين عن اداره كره القدم في مصر. نعم. يشعر بعدم المساواه. يشعر ان هو في كثير من الاحيان بيخوض منافسات ما فيهاش تكافؤ فرص ولا فيها عداله. وبالتالي هذا النبض وصل بشكل جيد جدا لمجلس اداره الزمالك الحالي اللي موجود، اللي قرر ان هو يحاول ان هو يعدل، عفوا في المصطلح اللي هقوله، بس يعني يعدل الميله في حال كره القدم في مصر. أيوة. انه يحاول انه يضع او يوضع المعايير المظبوطه اللي تحقق للزمالك والباقي الانديه شيء من المساواه فيما هو قادم في كره القدم. ده جرس انذار يعني افندم؟ جرس انذار او كارت احمر بتاع الزمالك؟ دي محاوله يا فندم. ايوه. والزمالك يشهر سيفه في مواجهه الأوضاع الغير منضبطة الموجودة في اتحاد كرة القدم المصري في مواجهة الظالمين من وجهة نظر الزمالك، مش كده؟ مواجهة الظالمين، مش شايفين يعني حضرتك بتقول يعني إن في ظلم، ظلم باين باين باين. طيب كابتن أحمد، هل مع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم بعدم